نظمت وزارة الإنتاج والري والمعدات الزراعية بالتعاون مع الصندوق الدولي لتنمية الزراعة ورشة وطنية متعلقة بتجارة السمسم وتحويله، لأنه يساهم في دعم الاقتصاد التشادي. وقد شارك في الورشة خبراء ومختصون في هذا القطاع وشركاء التنمية والفاعلون الاقتصاديون والمنتجون الزراعيون، لأن هذا المحصول يأتي في المرتبة الثالثة بعد القطن والفول بالنسبة للدخل في تشاد، وله عائدات بالنسبة للمنتجين، ويرفع من تحديات الأمن الغذائي للأجيال الحالية والقادمة، وأن الحكومة التشادية تولي اهتماما خاصا لهذا القطاع الحيوي. والدليل على ذلك لأن فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو في خطاباته دائما يناشد المواطنين بالتوجه نحو الأرض بصفته المزارع الأول. في خطابه لافتتاح هذه الورشة الوطنية لتجارة السمسم في تشاد، المدير العام لوزارة الإنتاج والري والمعدات الزراعية أكد في كلمته دور الحكومة التشادية الرامية إلى تحسين هذا القطاع الحيوي، لا سيما زراعة السمسم في تشاد، لأنه عنصر هام بالنسبة للاقتصاد الوطني. والجدير بالذكر أن الورشة الوطنية تستمر عمرها لمدة يومين، يناقش فيها المشاركون مواضيع عدة ويخرجون بنتائج وخلاصة تساعد في تنمية الزراعة في البلاد.